زي ما قلت لكم هنفهم ان شاء الله الهيماتولوجي هو لذيذ جدا على فكره وهتحبوه، يعني حتى في البطنه ان شاء الله هتتفاجئ تلاقي نفسك انك انت ما بتذاكرش هيماتولوجي بطنه، وهتدخل امتحان البطنه في الهيماتولوجي بطنه هتذاكره من هنا زي الكونجنيتال بتاع الاطفال بالظبط. ده كبير، برانش هنا كبير. الهيماتوبويزس يا جماعه هو تصنيع مكونات الدم. مكونات الدم عندنا كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، بليتلت او الصفائح الدمويه، ده الحاجات الاساسيه. عمليه الهيماتوبويزس بتتم في اول في الامبريونيك فيز اللي هم اول ثلاث اول شهرين اللي هم اول 8 اسابيع تقريبا، في حاجه اسمها اليوكساك مالناش دعوه بيها. بعد كده بيحصل سويتش لعمليه تصنيع مكونات الدم الى الفيزرال اورجانز، ليفر، سبلين، ثايموس، ليمف نودز، دي بيسموها فيزرال ستيج او الفيزرال هيماتوبويزس. تستمر من 8 اسابيع لحد 6 شهور انترا يوتراين. الكلام ده مهم لانها مرحله مهمه. فاكرين لما كنا بناخد الكونجنتال انفكشن وقلت لك ان الانفكشن لو وصل للليفر مكان تصنيع الدم يتضرب اللي هو الليفر والسبلين. فلو حصل مشكله في سوري الفيزرال هيماتوبويزس من 8 اسابيع لحد 6 شهور. بعد كده بيحصل سويتش لتصنيع كرات تصنيع مكونات الدم كلها انسايد ذا بون مارك. لو الطفل اتعرض لهيماتولوجيك ستريس، يعني ايه هيماتولوجيك ستريس؟ في مشكله بريف بره بتكسر كرات دم بيضاء، كرات دم حمراء، بليتلتس، يبدا يحصل كومبنساتوري انكريس في البرودكشن منين؟ من المصانع اللي موجوده. في الاول بنشغل المصانع اللي هي اكشوال اكزيستنج باي ريال تايم اللي هي البون مارو. لو كان البون مارو كمصنع مش كفايه بنضطر ان احنا نرجع ستيب باك، نرجع خطوه لورا نقول للمصانع اللي هي قفلت لو سمحتوا افتحوا مصانعكم معانا وشاركونا في انتاج مكونات الدم لان عندنا هيماتولوجيك ستريس بره. فممكن نعمل حاجه اسمها اكسترا ميدالري هيماتوبويزس. هنا ممكن تلاقي في تصنيع في الليفر، في تصنيع في السبلين. فتلاقي معظم الاطفال مثلا اللي عندهم كرونيك هيموليتيك انيميا عندهم هيبات سبلينوميجال علشان كده، عشان الاكسترا ميدالري هيماتوبويزس. مفهوم؟ البون مارو ما كانش كفايه فاضطرينا ان احنا نفتح المصانع القديمه اللي كانت مقفوله اللي هو الفيزرال هيماتوبويزس نبدا نشغل. الاكتف بون مارو بيحتوي على ثلاث مجموعات كبار، ثلاث مجموعات كبار ماذر سيلز، بيحتوي على اريثرويد سيلز. اريثرويد دي اللي هي الماذر سيلز اللي بتديك في الاخر الار بي سيز، كرات الدم الحمراء. بيحتوي على المايلويد سيلز، ودي اللي هي الماذر سيلز اللي بتديك في الاخر الوايت بلاد سيلز بانواعها كلها. ثم الميجا كاريوسايتس، ميجا لانها كبيره، كاريوسايتس دي بتدينا في الاخر البليتلتس. المذر سيلز دي يا جماعه مترتبه بحيث ان اكتر كميه في البون مارو من المذر سيلز تكون مايلويد سيلز، واقل كميه موجوده في البون مارو الاقل نسبيا بتكون الاريثرويد سيلز. ليه؟ لان المذر سيلز لان المايلويد والميجا كاريوسايتس بتدي في الاخر وايت بلاد سيلز وبليتلتس. اللايف سبان بتاعه الوايت بلاد سيلز والبليتلتس في السيركيليشن قليله، رينج فروم اورز تو دايز، وبالتالي لازم المذر سيلز بتاعتهم في البون مارو تكون اكتر نسبيا، في حين ان الاريثرويد سيلز كميتها قليله في البون مارو لانها لما بتطلع الار بي سيز بتعيش من شهرين لثلاث شهور، وبالتالي انت ما انتش محتاج مذر سيلز بكميات كبيره انسايد ذا بون مارو. فلما بتيجي تاخد ريشيو خدت عينه بون مارو حطيت تحت الميكروسكوب تلاقي معظمها مايلويد سيلز واقلها اريثرويد سيلز، فبتلاقي الريشيو في صالح المايلويد اكتر ما يكون في صالح الاريثرويد، اللي هي عندكم اسمها مايلويد اريثرويد ريشيو، بتكون 2 مايلويد الى 1 اريثرويد. ليه يا جماعه؟ لان المايلويد سيلز بتدي في الاخر وايت بلاد سيلز والشورتر لايف سبان، في حين الاستروت سيلز بتبقى لونجر لايف سبان بتعيش اكتر. في بعض الامراض ممكن تلاقي حصل ديستربنس في الريشيو دي، مثلا طفل عنده كرونيك هيموليتيك انيميا بره، يبقى هنا ايه؟ الار بي سيلز بدات تبقى شورتر لايف سبان لانها بتتكسر بسرعه، يبقى لازم المذر سيلز بتاعتها يحصل لها كومبنساتوري انكريز. لما بتزيد تيجي تلاقي الريشيو دي اتقلبت، لا بقت اقل من 2 ل 1، المايلويد اريثرويد ريشيو بقت اقل من 2 ل 1 لان الاريثرويد زادت، فالريشيو تبان لك انها بقت اكتر في صالح الاريثرويد رذر ذان في صالح المايلويد. والعكس، واحد عنده مثلا اريثرويد هايبوبليزيا، حصل انفكشن او حصل دراجز دخل ضرب الاريثرويد سيلز على دماغها خلاها داز نوت بروليفريت، تيجي تاخد الريشيو تلاقيها اكتر من 10 ل 1، يبقى المايلويد تبان لك كانها اكتر بكتير من الاريثرويد. يبقى احنا الريشيو ما بين الاثنين دول بيبقوا في بعض الامراض، والكلام ده ان شاء الله هيجي ذكره في الحاجات اللي جايه بعد شويه. عايز اقول لكم على حاجه، ان كل واحد من دول له مجموعه من الستيمولانت فاكتورز اللي بتنشطه، جروث فاكتورز بتنشطه. يعني مثلا تفتكروا على الاريثرويد سيلز الاريثروبايوتين،
اسم وارد يعني سمعناه قبل كده. نفتكر على الميجا كاريوسايتس حاجه اسمها الثرومبوبايوتين، ثرومبوسايتس اللي هي البليتلتس، ثرومبوبايوتين. ها الهوايت بلاد سيلز المايوت سيلز لها مجموعه كبيره من الاستيمولانت، حاجه اسمها برضه يمكن تكون عدت علينا في النيونيتال سيبسز قبل كده، حاجه اسمها جرانيولوسايت كولون ستيمولاتنج فاكتور، وحاجه اسمها جرانيولوسايت مونوسايت كولون ستيمولاتنج فاكتورز. ده عباره عن سايتوكاينز بتطلع بتنشط المذر سيل. ده الكلام البسيط قوي، ان كل واحد من دول له مجموعه من المنشطات اللي بتدخل تحمسه عشان يبدا يبروفيت ويديفايد ويروح مديك في الاخر الار بي سي. قبل ما نقفز على المعلومه اللي جايه هقول لحضراتكم ان مش اول اوف ذا ان الاريثرويت سيلز بتروح مدي ار بي سي على طول، ده هي بتعدي بمراحل تطوريه مختلفه هقولها لكم دلوقتي، ويمكن تعدي علينا ان شاء الله في الهيموليتيك انيميا بالتفصيل الممل. الاريثرويت سيلز بتدي حاجه اسمها اريثروبلاست، وعلى فكره لما تسمع اي حاجه فيها كلمه بلاست تعرف انها مش موجوده بره، انها الماتيور سيلز موجوده في البون مارو بيننا وبين بعض كده. لما اسمع اي حاجه في اخرها كلمه بلاست تبقى موجوده كده اساسا في البون مارو، لما تلاقي كلمه سايت ممكن تبقى موجوده في البون مارو واساسا موجوده بره، زي مثلا اريثروسايت موجوده بره، ممكن شويه منها في البون مارو لكن اساسا بتبقى موجوده بره، لكن بلاست ما تبقاش موجوده بره، ده معناها الماتيور سيل بينتهي بكلمه بلاست. الاريثروبلاست بتدي حاجه اسمها مونوبلاست، والمونوبلاست خد بالك ان الاريثروبلاست دي خليه فيها نيوكليوس، والمونوبلاست خليه فيها نيوكليوس. ليه؟ لان لها قدره على الديفيجن، على انها تعمل فريكوينت مايتوتيك ديفيجن عشان تديك عدد كبير. المفروض ان الار بي سي دي يا جماعه ما فيش فيها نيوكليوس، يبقى لازم نعدي بستيج معينه يبدا الخليه تفقد فيها النيوكليوس قبل ما تطلع في صوره ماتيور ار بي سي بره. فعلا ده اللي بيحصل يا جماعه، الماليه اللي جايه بقى المرحله اللي جايه بعد كده بتبدا النيوكليوس تختفي، فهي بتختفي بتسيب وسط مكانها كده في صوره شبكه. شبكه فيسموها ريتيكولوسايت. ريتيكولوسايت جت منين؟ ان الخلايا النيوكليوس بدات تختفي وتسيب مكانها شادو في شكل ايه؟ خطوط الكروماتين كده عامله كانها شبكه لانها بدات تختفي خلاص. بتديجنريت وبتختفي، فتيجي تبص تحت الميكروسكوب تشوف الخلايا دي تلاقيها فيها شبكه جواها فيسموها خلايا شبكيه او يسموها ريتيكولو سايت. الريتيكولو سايت دي هي المرحله السابقه مباشره لانتاج مين؟ اللي بتتحول بعد كده لانتاج الار بي سي. نورمالي الاريثروبلاست في البون مارو، المونوبلاست في البون مارو مكانه كده، مكانه في البون مارو. الريتيكولو سايت مينلي انسايد ذا بون مارو، مكانها الاساسي في البون مارو، لكن ممكن يطلع مع كل 100 ار بي سيز ممكن يطلع واحده او اثنين ريتيكولو سايتس معاها، بيسموه ريتيكولو سايت كاونت. كلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ خدتوا ميتولوجي في البطنه ولا لسه؟ هيفرق معاكم كتير المعلومات اللي هتاخدوها ان شاء الله من النهارده. طيب الار بي سيز طلعت اهم مكون في الار بي سيز، واهم وظيفه للار بي سيز هو الهيموجلوبين، هو اهم مكون، والهيموجلوبين وظيفته الاساسيه اكسجين اند كربون دايوكسيد كارج، ان هو يشيل اكسجين ويوصله لحد الايه؟ يوصله لحد الخلايا ويجيب من الخلايا الكربون دايوكسيد يوديه عند اللنج عشان نتخلص منه. يبقى عمليه الجاز اكسشينج مهم جدا لها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين يا جماعه بيتكون من ايرن كونتيننج مولوكيول، بيبقى فيه ايرن هنا كده، والايرن ده متصل باربعه هيم مولوكيولز. الهيم مولوكيولز الاربعه دول كل واحد متصل بجلوبين تشين، يبقى احنا عندنا في الهيم مولوكيول كام جلوبين تشين؟ اربعه. هنا في واحده وهنا واحده وهنا واحده وهنا واحده. على حسب الجلوبين تشينز الاربعه اللي موجودين كل هيموجلوبين مولوكيول ناتج بياخد سيرتن بروبرتيز، صفات معينه وتسميه معينه. في الاول بيبقى في جلوبين تشينز مالكش دعوه باسمائها، في اول ثلاث شهور في عمر الطفل وهو انترا يوتراين بيسموه امبريونيك هيموجلوبينز مالكش دعوه بيها. في منها حاجه اسمها جور واحد، جور اثنين، بورتلاند، الحاجات دي بتبقى نون فانكشنال هيموجلوبينز، ملهاش وظيفه يعني موجوده كده لكن ما بتقدرش تشيل وتحط اكسجين وكربون دايوكسيد وكده. بعد الثلاث شهور دول بيبدا في الظهور انترا يوتراين، او مش بعد ثلاث شهور حتى مع بدايه الشهر الثاني انترا يوتراين بيبدا في الظهور حاجه اسمها فيتال هيموجلوبين. الفيتال هيموجلوبين ده بيتكون من اثنين الفا تشين، ادي الفا هنا والفا هنا، والناحيه الثانيه جاما تشين وجاما تشين. ده اسمه هيموجلوبين اف او فيتال هيموجلوبين. يبقى احنا اول تسميه اهو هيموجلوبين اف عباره عن اثنين الفا واثنين جامد. طب صفاته ايه بقى؟ ايه مواصفات الهيموجلوبين ده؟ هذا الهيموجلوبين له هاي افينيتي تو اوكسجين. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خالق الفيتال هيموجلوبين الدوميننت ده جوه في له هاي افينيتي تو اوكسجين؟ لان الطفل بيحصل على الاكسجين بتاعه بطريقه صعبه،
بيحصل على الاكسجين من خلال نفس الام، دم الام، البلاسينتا، مش عارف ايه، لان الاطفال معظمهم مش معظم ده كلهم عندهم ريلاتيف انتر يوتراين هايبوكسيا، بياخد اكسجين بالعافيه وبصعوبه. هذا الهيموجلوبين ستيكنج، اول ما يشوف الاكسجين يشقط فيه وما يسيبهوش، هو الهيموجلوبين نفسه. ماشي كده؟ بعد شويه هيبدا يتصنع نوع ثاني من الهيموجلوبين عباره عن 2 الفا تشين، والناحيه الثانيه هنا هتلاقي فيه بيتا تشين وبيتا تشين. الاثنين الفا والاثنين بيتا ده يسموه ميجور ادلت هيموجلوبين او هيموجلوبين ايه. ايه اختصار ادلت؟ ميجور ادلت هيموجلوبين او هيموجلوبين ايه. بيتكون بعد شويه نوع ثاني من الهيموجلوبين عباره عن 2 الفا و2 دلتا، دلتا هنا ودلتا هنا، ده يسموه ماينور ادلت هيموجلوبين او هيموجلوبين A2. هو ده الهيموجلوبين اللي انت هتعيش بيها بعد كده. الهيموجلوبين F وظيفته الاساسيه في فتره الانترايترين وشويه صغيرين كام شهر كده بعد الولاده، لكن بعد كده انت هتكمل حياتك كلها بالاثنين ادلت هيموجلوبينز دول، الهيموجلوبين A مينلي والهيموجلوبين A2 الى حد ايه، الى حد بسيط. هم اربعه جلوبين تشين زي ما قلت لحضراتكم. الجلوبين تشين دول وجودهم، نوعيه الجلوبين تشين بتحكم وظيفه الهيموجلوبين، وفي نفس يعني بتحدد الصفات بتاعته، وفي نفس الوقت ايه بتغير المسمى بتاعه. 2 الفا و2 جاما بقى اف، 2 الفا و2 بيتا بقى ايه، 2 الفا و2 دلتا بقى ايه، A2. نلاحظ حاجه ان الالفا تشين هي عنصر اساسي في كل الهيموجلوبينات الفانكشنال، ركزوا في النقطه دي، عنصر اساسي. النقطة الثانية، هل ينفع يا دكتور هيموجلوبين يطلع باثنين جاما تشين سوري باثنين جلوبين تشين بس وبلاش الاثنين التانيين؟ ممكن يحصل في بعض الأمراض القصة دي، لكن لو حصل كده هيبقى الهيموجلوبين ده انستيبل. ليه؟ لأن لازم عشان الهيموجلوبين الموليكيول الكبير ده يبقى ستيبل، لازم الأربعة جلوبين تشينز يربطوا في بعض، يمسكوا في بعض فيعملوا ستابيلتي للموليكيول. لو إن هيموجلوبين طلع خطأ في اثنين جلوبين تشين بس والناحيه الثانيه ما فيش الجلوبين تشين اللي قصادها، الهيموجلوبين تشين ده يبقى ايه؟ في مهب الريح بمنتهى البساطه يلزق في الجدار بتاع الار بي سيز يخليها تتكسر ويعمل هيموليتيك انيميا، والكلام ده ان شاء الله بعد كده. يبقى لازم يكون في اربعه جلوبين تشين وات ايفر هم ايه؟ عشان ايه؟ يعملوا ستابيليتي للمولكيول بتاع الجلوبين تشين. في عندكم حاجه اسمها سويتش ميكانيزم، احنا شفنا السويتش ميكانيزم في اول اسبوع اول شهرين انترايتران كان الامبريونيك هيموجلوبين اللي هي نون فانكشنال اللي بقول لكم عليها. او اللي هي ليس فانكشنال يعني مش قد كده في الوظيفه بتاعتها، بعد كده بيحصل سويتش الى تكوين نوع اخر اللي هو الهيموجلوبين اف، لدرجه ان هو بيبقى الدوميننت انترا يوتراين وبيوصل ل 90%. لو طفل انترا يوتراين خدت منه عين دم هتلاقي هيموجلوبين اف مينلي. يبدا الادلت هيموجلوبين في التكوين في اخر بعد 6 شهور انترا يوتراين، يبدا يتكون نسبه قليله من الهيموجلوبين ايه اللي هو الادلت، لحد بعد الولاده. عند الولاده لو جبنا طفل لسه مولود نلاقي ان 70% من الهيموجلوبين بتاعه هيموجلوبين اف، واقل من 30% ممكن تلاقيه هيموجلوبين ايه. ده هو مين اللي بيبقى برضه ستيل هيموجلوبين اف، بس ملاحظين ان هو عمال يقل في الانتاج بتاعه، كان دوميننت بقى 90 ثم عند الولاده بقى كام؟ بقى 70، بيقل اهو صح؟ من عند الولاده عند 6 شهور بيحصل الانعكاس بقى الشهير، بيبدا يحصل سويتش اوف، الحنفيه بتاعت الهيموجلوبين اف تقفل والحنفيه بتاعت سويتش اون، الحنفيه بتاعت الهيموجلوبين A والA2 تفتح. لحد ما بنيجي من ساعه الولاده لحد 6 شهور، عند 6 شهور تلاقي ان الدنيا اتعكست بقى 92% هيموجلوبين A واقل من 2% هيموجلوبين F ومن 2-3% هيموجلوبين A2. 96% مكتوبه كده، 96% هيموجلوبين A، 2-3% هيموجلوبين A2 واقل من 2% هيموجلوبين F. لاحظين يا جماعه الكاسكيد اللي عمال يقل ليه؟ لان الطفل مش محتاج هيموجلوبين بهاي اوكسجين افينيتي بعد الولاده لما اللنج بتاعته تبقى سليمه، فلازم نقفل الحنفيه دي ونفتح الحنفيه الثانيه، بحيث ان كل الاطفال بعد 6 شهور يبقى الدوميننت هيموجلوبين هو الهيموجلوبين ايه. الكلام ده مهم جدا جدا، ان شاء الله لما نيجي ناخد بعض الهيموجلوبينوباسيز ليتر اون هقول لحضرتك لو الطفل عنده مرض ما يضرب البيتا تشين ما يظهرش عليه قبل 6 شهور، لان قبل 6 شهور انهي هيموجلوبين هو اللي دوميننت؟ F اللي هو عباره عن 2 الفا و2 جاما. يبقى لو انت عندك مشكله في تصنيع البيتا تشين مش هتبان عليك دلوقتي، تبان عليك وقت ما نادي الهيموجلوبين A2 وقول له انت الدوميننت، الكلام ده بعد 6 شهور. عشان كده امراض الثلاسيميا والسيكل سيل انيميا ما تظهرش does not present except beyond 6 months. مفهومه الحته دي ولا مش مفهومه؟ هتقراها مع نفسكم بالراحه كده هتلاقي الامور كتير جدا في البيت. ما فيش فرق.
بس في فرق في ال... لا بس هو بقى يعني ليه بقى اسأل ربنا يعني استغفر الله العظيم يعني قولي ليه يعني في حاجات ده كل الحاجات دي ريتروسبكتيف احنا مكتشفه ممكن يطلع يكون في فرق جوهري ما بين الاثنين لكن الهيموجلوبين ايه هو الانضف هو الاحسن هو الاشيك انا هكذب عليك لو قلت لك ان انا اعرف عنه حاجه ما اعرفش انا اعترض مثلا لا هما الاثنين زي بعض تقريبا عندك بعض الارقام بتتسال كتير في الاورال هنا الصفحه الاورال مينلي هيموجلوبين كونتنت في اول اسبوعين بتوصل بتبقى عاليه من 16 ل 20 جرام بير ديسيليتر نتيجه الانترايترين هايبوكسيا مطلع اريثروبايتين كتير فالار بي سي بيبقى انتاجها كتير بعد شويه بيقل انتاج الاريثروبايتين فالولد بيبقى في الرينج من 10 ل 14 جرام بير ديسيليتر هنعتبره نورمال بعد كده على فكره بيعلى شويه بيوصل بيبقى ستيدي مثلا فوق 12 ونص 13 وبيكمل لحد ما يبقى زي حضراتكم كده فوق 12 ونص 13 الار بي سي كاونت في النيونات في النيوبورن بتبقى اعلى علشان برضه الريلات الانترايترين هايبوكس والاريثروبايتين طالع كتير تبقى 6 مليون بعد كده بتستدي ما بين 4 ل 5 مليون بير كيوبيك ملي لتر الهيماتوكريت فاليو خدتها في الفسيولوجي زمان كنا بنجيب انبوبه شعريه كده ونروح مطلعين فيها شويه دم ونحطها في السنترفيوج تلاقي الكرات الدم الحمراء اتركنت في ناحيه وطلع فوقها شويه سوبر ناتانت فلويد كده اللي هو البلازما الريشيو ما بين الاثنين بتقول لك ان لو انت جبت 100 مللي بلاد يا ترى قد ايه فيهم دم كرات دم حمراء وقد ايه فيهم بلازما هيديك الرينج هنا البلاد او الهيموجلوبين اللي موجود بيبقى في حدود 40 ل 50% من التوتال بلاد بتاعك من 40 ل 50% هيماتوكريت فاليو ده بيرسنت اوف ار بي سي فوليوم في كل 100 مللي بلاد هم كرات دم الحمراء قد ايه من الايه من الهول بلاد تقريبا من 40 ل 50% ثلاث حاجات هنمسك الار بي سي الواحده بقى نتكلم عنها متوسط حجمها قد ايه المين كورباسكولار فوليوم متوسط الهيموجلوبين اللي موجود فيها ثم متوسط تركيز الهيموجلوبين اللي موجود جوه الخليه قد ايه بالنسبه لحجم الخليه ككل المين كورباسكولار فوليوم هنقيسه بقى هنقيس الفوليوم بتاع الار بي سي نشوف متوسط حجمها قد ايه بيرنج ما بين 70 الى 100 فيمتو لتر عارفين الفيمتو ثانيه بتاعه زويل دي 10 اس ماينس كام 16 معرفش المهم فيمتو ليتر ده يعني اقل حاجه في اقل من المايكرو اقل من البيكو اقل من الحاجات دي كلها من 70 الى 100 اقل من 70 بقت مايكرو سايتس صغيره اكتر من 100 بقت ماكرو سايتس الحاجات دي برده هتعدي بعد كده ان شاء الله المين كورباسكولار هيموجلوبين وزن الهيموجلوبين اللي جوه الخليه الواحده كام 30 بيكو جرام تقدر توزن بقى بالبيكو جرام 30 بيكو جرام لو الخليه بتحتوي على اقل من 25 بيكو جرام يبقى تبقى هايبوكروميك اللون الكالر اللي موجود جواها نتيجه الهيموجلوبين قليل فنقول انها هايبوكروميك المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن يا ترى لو جبت خليه شويه الهيموجلوبين اللي جوه بيشكلوا قد ايه من الحجم الكلي للخليه التلت تلت الخليه هيموجلوبين اتفضل تلت الخليه تلت الخليه الار بي سي تبقى هيموجلوبين 33% تقريبا يعني تلت الخليه تقريبا بيبقى عباره عن هيموجلوبين الوايت بلاد سيل كاونت اعلى في النيونيتال بيريود من 15 ل 20000 عشان كده في السبسس كنا بنقول يبقى الواد عنده ليكوسايتوز لاكتر من 30000 فاكرين رغم ان العدد ده كبير قوي بالنسبه لنا كأضل لانه بعد كده بعد النيونيتال بيريود وبعد كده بنكمل من 5 ل 10 ل 10000 بير كيوبيك ملي لتر البليتليت كاونت من 150000 ل 400000 او 450000 بير كيوبيك ملي متر لا هي مش في النيونيتال بيريود سوري هي دي معموله كوبي من فوق ف وانا بكتب عملتها زيها لكن هي اشرب على كلمه نيونيتال بيريود هي عباره عن من 150 ل 400000 على طول سواء في نيونيتال او بوست نيونيتال مش في النيونيتال بس يعني اكتب ايه؟ اشطبي على مش تكتبي ايوه هي من 150 ل 400000 امال ايه الريتيكولوسيتيك كاونت؟ الريتيكولوسيتيك كاونت اللي احنا لسه قايلين عليها اللي هي الاماتيور فورمز بتاعه الار بي سيز لو انت جبت لو انت جبت عينه دم وبصيت تحت الميكروسكوب تلاقي ان قصاد كل 100 ار بي سيز ماتيور تلاقي واحده او اثنين ريتيكولوسايتس ده بيسموه ريتيكولوسيتيك كاونت واحده او اثنين فهو الرينج بيبقى واحده تقريبا المتوسط واحده لكن في النيونيتال بيريود بيبقى زياده شويه بتوصل لخمسه ليتر ام تبقى اقل من اثنين لكن هي الرينج الطبيعي بعد النيونيتال بيريود بيبقى ايه؟ واحد تقريبا واحد ريتيكولوسيتيك كاونت واحد ولما يجي يسالك في الاورال حتى يقول لك ايه؟ ريتيكولوسيتيك كاونت كام يا بابا؟ تقول له 1% 1% بالنسبه لايه؟ يعني ايه 1%؟
1%، يعني 100 ايه بقى؟ ماتيور ار بي سي الريتيكولوسايت تبقى 1%، يعني 1 في الماتيور ار لكل ايه؟ لكل 100 ماتيور ار بي سي. الريتيكولوسايتوزس بتحصل في الحالات الايه؟ في حالات الدكتور عبد الشيخ احيانا يسالك في الاورال يقول لك امتى تلاقي في زياده في الريتيكولوسايت كاونت؟ لو في اوفر ستيميوليشن للبون مارو مش هيلحق يطلع ماتيور ار بي سي، فيطلع لك حاجات اماتيور، يطلع لك ار بي، يطلع لك ريتيكولوسايتس كتيره. ده بيحصل في حالات الهيموريدج والهيموليتيك انيميا، ولو انت اديت ستيمولانت للطفل في، لو انت اديت واحد هيماتينك يعني الحاجات اللي بتنشط الهيماتوبويز زي فوليك اسيد بي 12 الفيتامينات يعني والايرن والحاجات الهيماتينكس اللي انتوا كلكم بتاخدوها عشان تعرفوا تذاكروا. لو واحد كان عنده لا قدر الله ديبريشن في البون مارو وبعدين البون مارو بدا يركفر، كان عنده ابلاستيك انيميا وبدا يركفر، برضه في بدايه الريكفري البون مارو ما بيعرفش يسلكت الحاجات اللي بيطلعها، فممكن يطلع خلايا اماتيور فبيبقى في ريتيكولوسايتوز. انا شايف ان الدنيا زي الفل وواسعه، يعني انا حتى تلاقي التكست واسع كده وتعرف تكتب افكارك في حياتك. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. في ناس بتقسم الانيميا على حسب كتير بقى، لما تيجي تقول الريبورت بتاع ريبورت بتاع صوره الدم تقسمها على حسب المورفولوجي، يقول لك مايكروسيتيك انيميا، ماكروسيتيك، نورموسيتيك، على حسب الحجم. المايكروسيتيك اللي اقل من 70 فيمتو لتر، الماكرو اكتر من 100، النورمو اللي هي ان بتوين ما بين الاثنين. ولو ان الارقام دي على فكره مش دقيقه قوي، يعني لو رجعت الكتاب الثاني هتلاقي ان في ارقام انضف، يعني لان الارقام دي بس محتزمين بيها. واضح عشان كده بقول لكم محدش ينقل حاجه من حته، يعني اللي انت عايز تعمله انا عملته لك. الايتيولوجيك كلاسيفيكيشن، بص للرسمه اللي قدامك دي، عشان تطلع ار بي سيز كويسه، تنتج ار بي سيز كويسه، انت محتاج ثلاث حاجات. اولا محتاج مذر سيلز، بريكيرسر سيلز، تكون سليمه وكويسه وهيلثي، يعني عايز الاستيرويد سيلز كده نظيفه وحلوه. رقم اثنين عايز ظروف حلوه، ما يبقاش الجو كده مليان بوليوشن ومليان قرف، يبقى الجو اللي احنا هنصنع فيه يبقى جو نظيف وكلير. النقطه الثالثه انت محتاج مواد خام عشان تطلع عيش كويس، انت محتاج مواد خام تدخل عشان تبقى عجينه، صح؟ محتاج بروتين، محتاج ايرن، محتاج فوليك اسيد، محتاج بي 12. الفوليك اسيد والبي 12 اساسا محتاجينهم علشان النيوكليوس، لان الحاجات دي بتدخل في الديفايدنج ديفيجن بتاع النيوكليوس. الايرن محتاجينه عشان هندخل في تركيب ايه؟ الهيموجلوبين. البروتين انت محتاجه عشان الجلوبين تشينج، مش الجلوبين ده عباره عن بروتين، فانت محتاج اساسا الحاجات دي. ده ممكن في تريس اليمنتس كمان محتاجينها. يبقى عشان نصنع ار بي سي يا جماعه احنا محتاجين كام حاجه؟ انتكت مذر سيلز او بريكيرسر سيلز، رقم اثنين انفايرومنت كويس ما يبقاش فيه توكسينز ومواد وحشه، رقم ثلاثه محتاجين مواد خام. مواد خام نقدر نصنع منها. بعد ما بتصنع الار بي سيز نتيجه الثلاث حاجات الملائمين دول، طلعت لك الار بي سيز بره. لازم الار بي سيز اللي بره دي تعيش المفروض الرينج بتاعها تقريبا من 110 الى 120 كرينج يوم، يعني لها لايف سبان معين، تبقى ار بي سيز انتكت، الممبرين بتاعها زي الفل وسليم ومقاوم ومليبل، ماشي، الهيموجلوبين اللي جوه متظبط ومفيش فيه اي مشاكل وديفيوزابل وحلو. الخلايا دي يا جماعه بتعيش من 110 ل 120 يوم وعماله تسرح في الدم، معنى كده انها هتقابل اوكسيدنتس كتير. ابسط اوكسيدنت هي بتتعرض له كل ساعه وكل ثانيه، الاكسجين اللي هي عماله شايلاه رايح جاي، ما ده اوكسيدنت بيدمر لها الخلايا من بره. الدراجز اللي انت بتاخدها، الانفكشنز اللي انت بتتعرض لها، فلازم يبقى جواها انتي اوكسيدنت ميكانيزم. يبقى لازم يبقى هوت في انزيم سيستم انتي اوكسيدنت ميكانيزم. الخلايا دي ديفايد اوف ميتوكوندريا، مفيش فيها ميتوكوندريا. طب بتطلع الطاقه بتاعتها ازاي؟ من الانروبيك جلايكوليس شويه، وشويه من الايه؟ وشويه من حاجه اسمها هيكسوز مونوفوسفيت شنط. لان هي ما عندهاش الميتوكوندريا بتاعتها، شطبت عليها هناك، واخد بالك؟ وعندها كميه محدده من الاي تي بي، وانتاجها للطاقه محدود،
فلازم يكون في سيستم يطلع فيها طاقه زي الاكسجين مونوفوسفيت شنط بالانزيمات بتاعته، وزي مثلا ال امبيد مايرهوف اللي هي السايت اللي هي الانيروبيك جلايكوليسيس عشان تطلع ايه، تطلع اي تي بي يقدر يعيشها ال 110 ل 120 يوم. الخلايا دي المفروض تحافظ عليها انترافاسكولار، ما تفرطش فيها. اي لخبطه في الحاجات اللي انا حكيتها من الاول للاخر هتؤدي الى انيميا. واحده واحده، مشاكل في البرودكشن، مشاكل البرودكشن حاجه من ثلاثه، يا اما المذر سيلز اتضربت، ابلاستيك انيميا. ابلاستيك انيميا الثلاثه اليمنتس اتضربوا في نفس الوقت، الاريثرويد والمايلويد والميجا كاريوسايت، او بيور ريتسل انيميا، او بيور ريتسل ابليزيا. بيور ريتسل ابليزيا يعني المذر سيلز الاريثرويد بس هي اللي اتضربت والباقيين انتكت. احيانا يسموها هايبوبليزيا. هايبوبليزيا لما تلاقي وان اليمنت في البوم مارو اتضرب والباقيين ما اتضربوش. ماشي، بلاش، هما كانوا كويسين ولا قدر الله جالهم مصيبه من بره عملت لهم انفلتريشن مالجنس زي لوكيميا، ما انفلتريشن بفايبروس تيشو، مايولو فايبروزس، تليف في البون مارو. المهم ان المذر سيلز اتضربت بشكل من الاشكال، هنا هيقل البرودكشن. ليه؟ لان البريكرسر سيلز اتضربت. ممكن تبقى البريكرسر سيلز سليمه ويقل البرودكشن برضه. ليه؟ لو زي الدفعه بتاعتكم كده الجو ملبد بالغيوم، جو مش ظريف، جو مش رومانسي، الناس مش متعاونه مع بعضها، وفي انفكشن في الدفعه، في حاجات غريبه كده. تلاقي ان رغم ان الناس كويسه والمنتاليتي بتاعتها كويسه انما ما فيش انتاج، ما بينتجوش كويس. ده هنشوف في الكرونيك انفلاميشن، في الكرونيك انفكشن، في الكرونيك رينال فيلير. كرونيك انفلاميشن ميتابولايتس طالعه وتوكسنز، كرونيك انفكشن توكسنز طالعه كتير، ميتابولايتس وسايتوكاينز وحاجات غريبه طالعه عامله فابريشن للبون مارو، مش مخليه البون مارو يشتغل كويس. رغم ان البريكرسر سيلز سليمه. او ممكن يبقى المشكله بتاعت نقص الانتاج هو في ديفكت في الاليمنتس اللي احنا محتاجينها عشان نصنع. ايرن ديفيشنسي، بروتين ديفيشنسي، فوليك اسيد ديفيشنسي، بي 12 ديفيشنسي. هنا هيبقى في سبيسيفيك فاكتور ديفيشنسي هيأثر في الانتاج. لما يبقى في سبيسيفيك فاكتور ديفيشنسي البون مارو هيطلع خلايا، بس هيطلع خلايا متعوره شكلها مش مظبوط. الايرن لو قل الخلايا تطلع صغنططه وصغيره. الفوليك اسيد والبي 12 لو اتضرب الخلايا تطلع كبيره وضعيفه وهشه بايظه. ماشي؟ يبقى نقص في الانتاج نتيجه حاجه من ثلاثه. رقم واحد بريكرسر سيلز قلت نتيجه ابليزيا، هايبوبليزيا او انفلتريشن. رقم اثنين ديكريس برودكشن ديسبايت نورمال بريكرسرز نتيجه وجود توكسين، كرونيك انفلاميشن، انفكشن، كولتين فيلير. سبيسيفيك فاكتور ديفيشنسي هنا غالبا البوم مره هيطلع، لكن بيطلع خلايا شكلها غريب لدرجه ان هم في بعض الاحيان بيسموه يقول لك ايه ديس اريثروبويتك، يعني بيطلع بس الخلايا مش متظبطه، مش حلوه، صغيره كبيره، مش فانكشنال جود، مش عارفه تشتغل كويس، فيسموها ديس اريثروبويتك او ديس هيموبويتك. الدنيا ماشيه سموث خالص اهو، مفيش مشاكل في الانتاج حضرتك، لكن الار بي سيز لما طلعت كان في حد متربص لها بره بيكسرها، بيعمل لها هيموليسيز. الهيموليتيك انيميا ممكن تكون اسباب في الار بي سيز نفسها، او ممكن تكون اسباب اكسترا كورباسكولار. اسباب في الار بي سيز انت العيب فيه، مش العيب في المجتمع اللي حواليك. ما تقعدش تلوم المجتمع وتقول المجتمع وحش ومش عارف، ده المشكله فيك اصلا. يا اما في الممبرين من بره، ممبرين نون ديفورمابل، مش قادر يعمل ديفورمابيلتي كويس، قاعد في اي حته يروح عند السبرين كده، السبرين يقول له لا انا ما بعديش الا السليم، اللي يفوت اللي يفوت يعيش، واللي مش عايز يعيش لان في مشكله انا هحجزه هنا، لان ده ما ينفعش يطلع للمجتمع بره عشان يشتغل. زي الهيريديتري سيروسايتوزس والاليبتوسايتوزس، وفي حاجه اسمها باروكسيزما النكتورنا الهيموجلوبينوريا. الحاجات دي في مشاكل في الممبرين بتاعت الار بي سيز، ما بتعيش كتير فبتتكسر. او كانت المشكله في الهيموجلوبين، الهيموجلوبين انا قلت لك عشان يبقى ستيبل لازم يبقى فيه تشينز، والتشينز سليمه ومظبطه مع نفسها. ممكن يبقى فيه مشكله في تصنيع الجلوبين تشينز، الالفا تشينز مثلا هتؤدي لحاجه اسمها الفا ثلاسيميا، او البيتا تشينز تؤدي الى بيتا ثلاسيميا، او سيكل سيل انيميا. لما الار بي سيز الهيموجلوبين ده بيتعرض لاكسيدنت ستريس، او تلاقي الهيموجلوبين بدا يبقى ديفورمابل وقلب كده وتشد وعمل زي الخلايا بقت عامله زي المنجل، اللي عامله زي المنجل دي ما تعرفش تعدي من السبلين، هتتحشر وهتموت وهتقفل، هتقعد تعمل كلامبس على بعضها وتقفل وتموت وتتكسر، فالخليه شكلها مش عاطفي مثل الهيموجلوبين بايظ. الانزيم سيستم اللي موجود جوه بايظ، الانزيم سيستم اللي بينتج الطاقه، الانتي اوكسيدنت سيستم زي الجلوكوز دي 6 بي دي اللي هو بينتج في الاخر حاجه اسمها ريدوس جلوتاثيون،
عشان تحمي الار بي سيز من اي اكسيد ستريس مش موجود، اي اكسيد ستريس يقرب من الخليه يروح مكسره، لان مفيش الاكسيدنت ايه الانتي اوكسيدنت ميكانيزم مش موجود. في نفس الوقت البايروفيت كايناز انزيم ده اشهر انزيم موجود في سكه الامبيدن ماير هوف باث واي اللي بيطلع اي تي بي، لو اتضرب مفيش اي تي بي، الخلايا يعني تبقى مسكينه ما عندهاش اي تي بي وما عندهاش ميتوكوندريا عشان تطلع من كريس سايكل، تعمل ايه؟ تموت بسرعه، لان الاي تي بي بيحصلها بريماتيور ايدجنج فبتشيخ بسرعه. ماشي، نتمنى ان يكون الاي تي بي في جسمكم يعيشكم اطول فتره ممكنه في تخلصوا يعني الكليه بيسفول. انا عامل زي اللي بيحكي قصه كده. يا سلام لو واحد يروح مثلا دوله زي الامارات او الكويت او عمان يبقى تيتشر هناك، يبقى ستاف ممبر في الجامعه تدرس وفي نفس الوقت تشتغل سيستم. This is my aim. اكسترا كورباسكولار كوزز، كل ما بفتكرها بفتكر الاجواء اللي انتوا عايشين فيها. حد عمال يرمي عليك انتي بوديز، انت ار بي سيز دلوقتي، حد عمال يرمي عليك انتي بوديز يا عيني، لما تيجي يرمي عليك انتي بوديز تيجي تعدي على الاسبلين، تعدي على اسم البوليس بس عرفك انت فيك علامه، فيك علامه، يروح شقطك منها بالانتي بودي اللي عليك ويكسرك يدغدغك. ده لما نيجي نعمل لك كومبس تيست مفيش تشبيه يعني نلاقيك بوزيتيف، يبقى انت كومبس بوزيتيف اللي هي الايه؟ ايمونولوجيك. يا اما ايزو اميون يا اما اوتو اميون. ايزو اميون انت مسكين يعني ما حد رمى عليك الانتي بودي غصب عنك، انت ما كانش فيك اي مشكله خالص، اكتسبت الانتي بودي من حد من امك مثلا اثناء ال ايب اون كومباتيبلتي او ار كومباتيبلتي، ما هو ده اوتو اميون. ايزو 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 سوري ايزو اميون او ايه كومباتيبل بلاد ترانسفيوجن، ان احنا نقلنا لك دم مش كومباتيبل معاك، ففي عندي انتي بودز بديها لك وانتي بودز عندك بتتفاعل مع الدم اللي انا بديه لك، لزقه عمل هيموليتيك انيميا. او اوتو اميون انت اللي عملت كده في نفسك، طلعت الانتي بودز جواك وطلعت الانتي بودز دي بدات تكسر بظرف اي حاجه كسرت في الارض بتاعتك، ممكن تبقى ايديوباثيك او سكندري. لما تلاقي كلمة ايديوباثيك دايما يبقى تشك في مين؟ في الاميون سيستم. أي حاجة تلاقي ايديوباثيك فتش وراها تلاقي مفيش حاجة اسمها ايديوباثيك. بصوا يا جماعة يعني سنريهم آياتنا في الآفاق، تنيك وراها هتوصل إن ربنا سبحانه وتعالى في حاجة موجودة، مفيش حاجة كده ايديوباثيك. غالبا هتطلع اميون وهنشوفها إن شاء الله لما نوصل لها. نون ايمونولوجيك، أنت حضرتك مفيش حد بيلزق عليك حاجة عشان نشدك ونكسرك، لا ده أنت ماشي في أمان الله في الطريق بتاعك، في مطبات، في تعريب، في مش عارف ايه، انا بقول لك ده المجتمع بتاعك. يعني البلد الوحيده يا دكتور اللي تلاقي يافطه المطب محطوطه بعد المطب. الوحيده، والله العظيم. واحيانا لما تلاقي في شويه ريسبكت لادميه البني ادم المفروض بره يقول لك ايه؟ مطب على بعد 300 متر، مطب على بعد 100 متر، مطب على بعد 20 متر. هنا تلاقي اليافطه محطوطه قدام المطب يقول لك بخ مطب. تطلع تلاقي واحيانا كتير بيحطوها، يعني انا ياما كنت جبت العربيات، كنت اي عربيه اجيبها جديده لازم اخد بيها ثلاث مطبات، العربيه تطير في الجو وتنزل لان مفيش شفط اصلا، ودايما يعملوا مطبات بالليل. وجهه نظرهم ان ايه؟ ان مفيش عربيات ماشيه على الطريق فنعملها بالليل. طب اعمل بالليل تحت عمود او نور او عرف الناس. تيجي تاني يوم الصبح تلاقي ازاز منطور هنا وعربيه لابسه في شجره ومش عارف ايه، تعرف ان ايه المطب ده حديث، ما تقلقش ده مطب جديد. مع كل مطب يحط عربيه اسعاف لان عارفين ان في ناس هتموت هنا. مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، الار بي سيز ماشيه في امان الله، لقت كلاكيع موجوده في المايكرو سيركيوليشن عماله تخبط وتتكسر، تخبط وتتكسر. المايكرو انجيوباثي ده كتير، مايكرو صغير، انجيوباثي بلاد فيسل بايظ. نيجي ديسيمينيت انتر فاسكولار كواجيوليشن نتيجه دي اي سي، نتيجه رينال فينس ثرومبوزس، نتيجه انتر كارديال بروسيس. حاجه ظريفه قوي يا جماعه انك تلاقي المايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا مها. اختصارها كده مها، وحتى لو قلتها في الاكزام كده اكسبتد. المها دي يا جماعه تلاقي اشهر ثلاث اسباب لها مكونين من ثلاث مقاطع، دي اي سي، رينال فين ثرومبوزس، ده كتير هقولهم كلهم هتلاقيهم كده ثلاث مقاطع. هيموليتيك يوريميك سندروم، سيستميك لوبس ارثيماتوزس، وبعدين حاجتين من مقطعين اثنين بس، انترا كارديك بروسيس ومالجنت هايبر تنشن، عشان يبقى واخدين التجميع كلها على بعضها. سبتسيميا، توكسينز ماشيه بتعدي على الارض تروح مكسراها. ملاريا،
لعيبه الكوره بقى اللي بيروحوا هناك ويجي لهم ملاريا ومش عارف ايه فاكرين انتوا العيال بتوع الطايره اللي مات فيهم ناس، فريق راح ماتوا بالملاريا. ويلسون ديزيز هناخد عنه نبذه ان شاء الله. في حاجات عماله تتلزق على سطح الارض بتزيد وتكسر، الارض بتتكسر. دراجز اند هيفي ميتالز، هايبر سبلينيزم، السبلين المتوحش او المفجوع، بيقوم بوظيفه زياده. هو المفروض ان السبلين بينظف السيركيوليشن من الايدجنج سيلز والابنورمال سيلز، لما السبلين يستوحش ياكل كمان النورمال سيلز يكسرها. ماشي. اخر حاجه هيموراجيك انيميا، اكيوت هيموراج او كرونيك هيموراج. في عندكم حاجه اسمها بون مارو فيلير، انا مش هاخدها دلوقتي لان دي طبعا تجميعه مكانها مش هنا. البون مارو فيلير ده مهم جدا، التقسيمه اللي قدامكم دي بس مكانها مش هنا. هو بقول لحضرتك البون مارو فيلير ممكن البون مارو يفيل على الثري سيل لاين، الاريسترويد والمايلويد والميجاكاريوسايت، وممكن يفيل على وان سيل لاين بس، ار بي سيز لوحده، وايت بلاد سيلز لوحدها، بيت سيلز لوحدها. سندرومات كتيره جدا حضرتك لا خيالها الان، فدي المانجمنت بتاعها ان شاء الله بعد ما تخلص منهج الهيماتولوجي كله تبقى ترجع تقراها بقى، لانك كلها سندرومات اسماء يعني هتفجعك، مش هتعرف ايه، مش هتعرف ايه. بس انا هاخد حاجه هنا ابلكيشن سريع اللي هو الابلاستيك انيميا. على فكره انا اللي انا شايفه بامانه شديده الهيماتولوجي لذيذ، وانتوا هتلاقوا بتذاكروه بسرعه كبيره جدا، مش هتلاقوا نفسكم بتاخدوا في وقت. والحسن الحظ بقى، حسن الحظ عايز اقول لكم على حاجه، ان كل اللي جاي من الاطفال في نفس المستوى من المتعه. يعني الحاجات التقايل بتاعت الاطفال خلص، الديهيدريشن، النيونيت، الحاجات الفظه انتهت. اللي جاي هو الايه؟ الفاينل فينش يعني. ابلاستيك انيميا. هنتكلم ان شاء الله عن حاجتين، حاجه اسمها ابلاستيك انيميا الثلاثه سيل لاينز اتضربوا في البون مارو، وفي حاجه اسمها هايبوبلاستيك انيميا الاريسوسيلز بس هي اللي اتضربت لوحدها والحاجات الثانيه سليمه. الابلاستيك انيميا لها تعريفين زراف. التعريف بيقول لك ايه؟ ديكريز اور ابسنت لا فورمينج اليمنت ان ذا بون مارو ويز ريزلتنت او ويز كونسيكونت بانسايتوبينس. الخلايا المذر سيلز قلت او اختفت خالص من البون مارو، وبالتالي ادى الى ان البي ان السيركيوليشن بره فضيوم. الدكتور الهامي رفقي بيقول اكسبريشن ظريف، ده من الاساتذه الكبار عندنا في واحد الهيماتولوجي، يقول لك ايه؟ الابلاستيك انيميا تساوي امتي بلاد امتي بلاد امتي مارو. امتي بلاد لقيت عنده بانسايتوبينيا، جيت تدخل جوه امتي مارو. ابلاستيك انيميا هي كده. حتى تشخيصها امتي بلاد امتي مارو. الايتيولوجي، في امراض خلقيه تؤدي الى ابلاستيك انيميا، فانكوني انيميا. سمعت عن الفانكوني قبل كده؟ لا مش ما سمعتوش عنه. فانكوني الثاني غير فانكوني ده. دي بريدي توني فانكوني اللي هناك بتاع رينا تيوبلر، حتى جنسيته غير جنسيه ده. جنسيات مختلفه. دي توني فانكوني ده سويسري اللي هناك. فانكوني هناك سويسري، ده ايطالي تقريبا. ده مرض وده مرض ثاني خالص. بليز دونت ايه؟ ده اسمها فانكوني انيميا. الاكوارد ابلاستيك انيميا، اكوارد ابلاستيك انيميا ممكن تكون ايديوباثيك، واكيد هيطلع فيها ايميونولوجيك ميكانيزم ايديوباثيك سكندري اي ايراديشن. انا هديك شويه حاجات بقى هحفظكم بسرعه. ايراديشن انسكتسايد انفكشن، يعني الناس بقى بتقعد ترش البيروسول في وسط الاوضه والعيال نايمه، يقول لك ايه ده بيروسول بقى ملوش ريحه او ريحته معطر جوي، شم يا ابني. يجي لك الواد بعد اسبوعين ثلاثه بقى بلاستيك انيميا. انسكت فايف. الانفكشن زي الابشتاين بار فيروس والهيباتيتس. الهيباتيتس فيروس مشهوره جدا على فكره، الهيباتيتس كاكسترا هيباتيك مانيفستيشن لانها ممكن تعمل ابلاستيك انيميا. وهنا بيقول لك ان في زياده في التي في زياده في السبريسور تي لينفوسايتس. السبريسور دي هتطلع حاجات تعمل سبريشن. بتروح عامله سبريشن للاخر للبون للبون مارو. في حاجه دوز ديبندنت ونون دوز ديبندنت. دوز ديبندنت يعني ايه؟ يعني انا عارف انت هتاخد الدواء ده هو بيعمل بون مارو ديبريشن اصلا. زي السايتو توكسيك دراجز او الكيمو ثيرابي اللي بيستخدم في علاج الكانسر زي الاندوكسان. في دراجز بقى انت وحظك. هو دي بقى بتيجي مع الدكاتره النحل. اللي هو الايديوسنكراتيك. ده ايديوسنكراتيك يعني ايه؟ يعالج 100,000 واحد وهوب
تروح خطف في حاله واحده، تيجي معاه في حاله واحده. يا سلام لو جت بالحاله دي في السعوديه او في اي دوله من دول الخليج. ها idiosyncratic non-dose dependent يعني بالصدفه، يعني ده عرض جانبي، عرض جانبي غير متوقع. يعني ممكن واحد ياخد اي يعني بيحصل مثلا واحد في الالف، واحد في العشرين الف، واحد في المئة الف كده. انت بيوتك في ناس كتير خدت صلصة وكلورام في نيكول ما حصل لهمش حاجة، لكن في ناس ممكن يحصل لها منه. انت كونفالس الكربامازيبين والهيدانتوين كتير جدا. انا اعرف ناس زمايلكم عندهم تراجيمنال نيورولوجي بياخدوا الكربامازيبين، هل ده معناه ان هو يوصل في الاخر يجيله يعني كل مئة الف حالة ممكن حالة يحصل فيها المشكلة بتاعت الابليزيا. الانتي ثايرويد كاربيمازول وبوتاسيوم بيركوفيت، الكلوروكين انتي مالاريال، والاتبرين. الاتبرين ما عادش بيستخدم، ما عادش، ده قديم قوي. لكن ده بيقول لك ايدوسنكراتيك يعني نون دوز ديبند، يعني ده عرض جانبي واحد في كل 100000 في كل 20000 ريبورتد كيس. اللي بيحصل ايه؟ بيقول لك في احتمال ان الانفكشن اللي داخل او الدراج ده، انا بتكلم على كلام ظريف على فكره، مش بتكلم على فيزياء عايزين تخلصوا منها. السير اللي بتقول لك ان احتمال يكون الحاجه اللي دخلت الجسم دي عملت ستيميليشن للتي ليمفوسايتس، فالتي ليمفوسايتس راحت مطلعه ميدييتورز سايتوكاينز، السايتوكاينز ممكن تكون سبريسور دخلت على البوم مره عملت سبريشن. وفي لهم دليل على كده على فكره، ان التي ليمفوسايتس داخله في اللعبه، لهم دليل ان هم الاطفال دول لما بيجي يعالجوهم بانتي تي ليمفوسايت ثيرابي بيتحسنوا، والابلاستيك انيميا ممكن تفك. فده الدليل ان التي ليمفوسايتس ضالعه في الموضوع، لها رول. بقول لحضرتك ان البوم مارو قل انتاجه، والحاجات اللي طلعت من البوم مارو قليله، اي نعم في بانسايتوبينيا، لكن الخلايا اللي هي موجوده فانكشنالي جود كويسه سليمه شكلها حلو وطبيعي مش فيها اي مشكله، بس عدد الجلود كان قليل بس نو مور. الابلاستيك انيميا على فكره ان ستيبل كونديشن، دي بقى مشكله. ان ايه يا جماعه؟ ان الطفل لما يجيله ابلاستيك انيميا خليك متريث فيه. في الدكتور اسامه الصافي كان يقول لنا دايما وانا كنت في خمسه، يقول لك معلومه ظريفه، يقول لك تحب يجي لك العياده عيان عنده ابلاستيك انيميا تعالجه، ولا عيان عنده لوكيميا اكيوت لوكيميا سرطان الدم المعروف؟ كلنا بنفضل ايه يا جماعه زي ما انتم متوقعين، كلنا بنفضل ايه؟ الاكيوت لوكيميا، لان الاكيوت لوكيميا كيورابل ديزيز. هوايه الابلاستيك انيميا انكيورابل، متخيلين؟ ابلاستيك انيميا بشعه بشعه، مرض بشع، ابشع بكتير من اللوكيميا. اللوكيميا لها حلول، لها كيمو ثيرابي. في 70% من الاطفال الاكيوت لوكيميا بيسرفايف 5 يير سرفايفل، يوصلوا 5 يير سرفايفل. الابلاستيك انيميا مرض شنيع. هو بس انت شايف ان هو لطيف من كلمه انيميا، هو لطيف عشان في كلمه انيميا. بقى تقول لي انيميا يا راجل ولا سرطان؟ لا، احيانا السرطان بيكون اخف وطأة من الابلاستيك انيميا، مش احيانا، ده احيان كتير. بقول لك حتى الابلاستيك انيميا ان ستيبل كونديشن ات مي بروجريس تو مايلد سبلاستيك تشينجز في البومر، البومر يبدا يتلخبط كده ويحصل فيه ديسبليزيا وهوب يروح نقص منك على مالجنس. يعني حتى الابلاستيك انيميا ممكن تدخل في ايه؟ لانها ان ستيبل كونديشن. كلينيكالي 3 ايه؟ سوري 3 بي. بالور عشان الانيميا، بيربرا عشان الثرومبوسايتوبينيا، بايركسيا وانفكشنز وبتريزيست الانتيبيوتيك علشان ليكوبينيا. ثلاثة البوم مارو ثلاث خلايا، يبقى ثلاثة، ثلاثة مانيفستيشن أساسيين. لا يوجد أورجانوميجالي غالب، مفيش ليفر كبير، مفيش سبلين كبير غالبا. ليه؟ لأن المشكلة في مين يا جماعة؟ في البوم مارو. فين لو أنت جالك عيان عنده الثلاثة دول، البالور مع البايركس مع البربرا وكان معاه أورجانوميجالي، أول حاجة شفت فيها مش اللوكيميا، أول حاجة شفت فيها السرطانات زي اللوكيميا. إن شاء الله لما نوصل لها هفكركم بالكلام ده. لكن هنا في الابلاستيك انيميا، ابلاستيك انيميا يوري نو سيجنيفيكانت اورجانوميجالي، حاله واحده بس ممكن، حاله ممكن تلاقي معاها ابلاستيك انيميا ومعاها اورجانوميجالي. يمكن اللي عليك في مستواك ولا كانت كومبليكيتنج هيباتايتس، ممكن تلاقي واحد مثلا ليفر كبير وعلامات ليفر سيفير وهوب تلاقيه دخل في ابلاستيك انيميا. لكن غالبا الابلاستيك انيميا يا جماعه بيجي وزاوت اورجانوميجالي. طب ما ايه الفانكوني بقى؟ تفتكروا زمان لما قلت لكم ان الشريط الدي ان ايه عامل كده، وان شات الدي ان ايه عرضه ان يحصل فيه بريكس في حتت، ولو حصل بريكس في حتت الدي ان ايه ايبل تو ريبير اتسلف؟ في الفانكوني دي ان ايه بريكج ديزيز، دي ان ايه انيبل تو ريبير اتسلف. لو الدي ان ايه ما قدرش يصلح نفسه يطلع امراض، امراض بيسموها كروموزومال بريكج ديس اوردر. هم اربعه معروفين اشهرهم الفانكوني انيميا دي. يبقى الفانكوني انيميا لما تيجي تعرفها تقول ايه؟ وان اوف ذا كروموزومال بريكج. كلام بقى للناس الاوائل، الناس اللي هم
العشر الاوائل اللي هما ان شاء الله يطلعوا من حضراتكم باذن الله في الاطفال. One of the chromosome package disorders. لو عايز بقى يديك الفول مارك يقول لك طب لو قلت لي بقى ايه هما بقى الكروموزوم package disorders على بعضهم تاخد جايزه من البرنامج وقيمتها فول مارك. هقولها لكم على جنب تحت في الان بي اللي هناك دي اللي على ايدك اليمين تحت. كروموزوم package disorder فانكوني انيميا اتاكسيا تلانجكتيزيا زيرو ديرما بيجمنتوزا بلوم سندروم. كروموزوم البريكج اوردرز اشهر اربعه هم الاتيين، هم في اكتر من كده بس دول اشهر اربعه، نقولهم تاني بسرعه. فانكوني انيميا اتاكسيا تلانجكتيزيا، ما حدش بيقول لي تفاصيل الامراض ايه مش عليك. اتاكسيا تلانجكتيزيا زيرو ديرما بيجمنتوزا عندكم في الجلديه، هتاخدوه في الجلديه. اخر واحد بلوم سندروم، بلوم سندروم بي ال دبل او ام بلوم سندروم بي ال دبل او ام بلوم. ما انا اقول لك اهو الكروموزومات دي نعمل يتقطع ويتكسر. كروموزوم البريكج ديس اوردرز ايه اللي موجود في الفانكوني؟ الفانكوني يسالك الدكتور حسن يقول لك الانهيرتنس بتاعها ايه؟ شوف الكلام الدقيق يا جماعه ازاي؟ اي مين ات مينلي اوتوزومال ريسيسيف. يعني ايه يا دكتور مينلي اوتوزومال؟ يعني ممكن يبقى انهيرت بشكل ثاني؟ يقول له اه. في نوع منهم بيبقى انهيرت 6 لينكد. له 6 لينكد انهيرتنس. لكن مينلي اوتوزومال ريسيسيف. هم حوالي 11 جين على فكره، 11 ميوتيشن عزلوهم للفانكوني. المهم كلينيكالي 3 اس و3 ام واحده بي. 3 اس سكين بيجمنتيشن كافيه اولي باتشز، بقع كده عامله زي القهوه باللبن او زي مش كافيه، كافيه اولي باتشز من على الترنك شورت ستيتشر والشورت ترنك قصير والترنك بتاعه هو اللي قصير قصير قوي ماشي. سكليتال عندهم مشاكل في الصمب بتاعهم ابنورمال صمب، ممكن تلاقيه ابسنت او هايبو بلاستيك. هايبو بلاستيك يعني عباره عن حته جلد هنا كده او ابسنت خالص مفيش صمب عندهم. هايبو بلاستيك او ابسنت، وممكن يكون عندهم مشاكل في الرادياي، الرادياس دي قصيره او بقى ابسنت او الرادياس دي قصيره او ابسنت. يبقى ده دول 3 اس. ال 3 ام مايكروكيفالي اند منتال ريتارديشن مالجنسي ريسك از هاي. الاربعه يا جماعه الكروموزوم بريتس اوردرز اللي انا قلت لحضراتكم عليهم دول فيهم نفس الصفه دي، الصفه اللي انا بقول عليها دي ان هم عندهم الحاجات دي بري كانسرس كونديشنز. الاربعه دول يتميزوا ان هم بري كانسرس، يدخلوا في مالجنسي سواء كان سوليد مالجنسي او كان هيماتولوجيك مالجنسي زي اللوكيميا. الام الثالثه مالتيبل انوماليز، مالتيبل انوماليز، انوماليز في الاي في الاير في الكيدني في الهارت، مالتيبل انوماليز في الجسم. البي بانسايتوبينيا على الرغم ان دي هيريديتري وكونجينيت الابلاستيك انيميا، انما الابلاستيك انيميا ما بتبانش قد ترس. وهنا الكلام بقى الابلاستيك انيميا ما بتبانش قد ترس. كل الفيتشرز السابقه دي باستثناء المالجنسي شورت ستيتشر والكافيه اوليه والمايكرو كيفالي والانوماليز والكلام ده ممكن تبقى موجوده مع الطفل من عند الولاده، لكن الصفه اللي اتسمت على اسمها ليها انها انيميا بتتاخر غالبا بتظهر من السنه الرابعه لحد السنه ال 12 ده البيك ايدج بتاعها، لكن ممكن تتاخر ايفن لل ثيرد ديكيد، يعني ممكن تظهر والطفل في العشرينات عنده 22 سنه وبدا يظهر عليه البانسايتوبينيا. اول علامه له ثرومبوسايتوبينيا اند ليكوبينيا، ثم تدخل بعد كده الانيميا تبدا في الظهور. خلاص تقريبا انا هقول الكلمتين دول واخلص الانفستيجيشن. لو انت عملت انفستيجيشن هتلاقي فيه بانسايتوبينيا في البريفرال بلاد، ولما تيجي تاخد عينه من البوم مره تلاقيه هايبو بلاستيك ريبليسد باي فايبرو فاتي فايبرس تيشو، المذر سيلز اختفت او قلت وبره تلاقي فيه بانسايتوبينيا. الفانكوني انيميا لها صفات معينه في التشخيص. الفانكوني انيميا بيبقى فيها زياده في الهيموجلوبين اف بتساعدك في التشخيص شويه، لكن اقوى حاجه بتساعدك في التشخيص هو اكتشافك للكروموزوم البريكج اللي احنا لسه قايلين عليه. اكتشافك للبريكج في الدي ان ايه والانتر مكتوب ايه انتر تشينجز والاكس تشينجز اللي بتحصل في الدي ان ايه، الدي ان ايه عمال ملخبط
وفي كروموزومات مكسره وحته دي ان ايه طايره هنا وحته دي ان ايه طايره هنا، الكلام ده بيبان بس ما بيبانش يا جماعه في الكاريو كلايبنج العادي. لازم اضيف على الكروموزومات ماده ميوتاجن عشان يبان المشكله دي. خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا، لازم تقول الحته دي، لازم تقول ان هيبقى في بريكس في الدي ان ايه او اكستشينجز موجوده في الدي ان ايه induced by mutagen، لانك انت لو عملت في الوقت في الوضع الطبيعي مش ممكن ما تلاقيش حاجه، ممكن البريكس ما تبانش وممكن الاكستشينجز ما تبانش. اعرفها انها حتت مكسره في الدي ان ايه وخلاص، مش لازم دماغك تطوف قوي تحب تعرف ايه بدقه، هي كده. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هي لو احنا عملناها بدون يعني انا ده الكروموزومات لازم اضيف عليها ماده ميوتاجينيك. ماده ميوتاجينيك اللي هي بتدخل الخلايا في ديفيجنز وحاجات زي كده. اول ما تديها ماده ميوتاجينيك تروح على طول يبان لك الايه؟ الكلاكيع والبوظان اللي باين في الدي ان ايه. احدث طريقه دلوقتي لتشخيص الفانكوني هو ايه بقى؟ من الشاطر اللي هيقولها؟ ميوتيشن اناليسيس. الميوتيشن معروفه، تقدر تعمل دي ان ايه اناليسيس دايركت. دايركت ميوتيشن اناليسيس او دايركت دي ان ايه اناليسيس، ده نقدر نشخص بيه بالظبط، نكتشف الجين اللي بايظ بالظبط. لازم تفرق البانسايتوبينيا من في اسباب ثانيه تعمل بانسايتوبينيا، اسباب بون مارو فيلير كتيره هتعدي علينا ان شاء الله بعد كده. الهايبر سبلينيزم برضه بيعمل بانسايتوبينيا، بس هنا البون مارو بتلاقيه ايه؟ كومبنساتوري انكريز مذر سيلز. يبقى الهايبر سبلينيزم يقول لك ايه؟ امت بلاد فول مارو، امت بلاد فول مارو، المارو بيعوض اللي السبلين عمال ياكله. تريتمنت مجموعتين، المجموعه الاولانيه سبورت في تريتمنت، اعمل ثلاث اسهم وسي ليتر، ثلاث اسهم وسي ليتر. السهم الاولاني افويد انفكشن، السهم الثاني افويد انيميا، السهم الثالث افويد بليدنج، لان الواحد عنده الثلاث مشاكل دول، الانفكشن عشان الليكوبينيا، والبليدنج عشان الثرومبوسايتوبينيا، الانيميا علشان الانيميا اللي موجوده. الثلاث حاجات دول ان شاء الله هنشوف هنتعامل معاهم ازاي كسبورت ميجر في اللوكيميا ان شاء الله. السبيسيفيك تريتمنت، الفانكوني انيميا، الفانكوني انيميا بيجربوا معاها دلوقتي بتستجيب بعضها للاسترويد او بيستجيب بعضها للاندروجينز. الاندروجينز دي من الحاجات اللي بتنشط انتاج البون مارو. يبقى بندي اورال بريدنيزون اللي هو استرويد ويز اورال اندروجين. الحاجات دي على فكره بتدي ترانزيانت افكت، يعني الافكت بيبقى الاسترويد من الحاجات اللي بتنشط البون مارو. في الكوشنج صح، برافو عليك. الاسترويدز والاندروجين من الحاجات اللي هي بون مارو ستيمولانت، بتنشط البون مارو. علشان عشان كده فعلا الاطفال اللي مش بيبقى بلوفاريك علشان البوليثيسيميا اللي عندهم فعلا. تمام. غالبا يا جماعه الولد ما بيقعدش كتير على الحاجات دي، لان الحاجات دي لها اعراض جانبيه كتير. الاسترويد لونج تيرم لها اعراض جانبيه، والاندروجين له لونج تيرم له اعراض جانبيه كتير. فبنضطر الى ايه؟ الكلمه المشهوره بقى، بون مارو ترانسبلانتيشن فروم اتش ال اي ماتش دونر. عارفين القصه دي؟ مش عارفينها. لازم تبقى في دونر متوافق معاك، بس هنا انا حاطط لك نجمه. الشاطر اللي هيقول النجمه دي محطوطه ليه؟ في بروكوشن هنا وانت بتعمل بون مارو، اللي هيقول هياخد 10 كيلو. ها؟ يعني ايه؟ ما مش هيبقى عنده، اكيد طبعا مش هجيب واحد عنده نفس المرض يعني، يعني دي محتاجه فن. ها؟ هو نفس الكلام اللي هو بيقوله. كلكم عمالين تحوموا حوالينا. انت قربت شويه فعلا، بس انت ما قلتهاش بالظبط فمش هنديك ال 10 جنيه. مين اللي ايه بقى اللي ايه ماتش الدونر بالنسبه له؟ واحد قريبه. يبقى قريبه ده لازم نعمل له التستات بتاعت كونفيجن بريكج، لان ممكن يكون الولد نعمل له جينيتك ميك اب، لان ممكن الولد ده يكون كارير. ممكن الولد اللي انت هتجيب تدي له ده، اللي انت هتجيب منه العينه او قريبه اللي انت هتجيب منه العينه، مش المرض ده اوتوزومال ريسيسيف، يعني ممكن يبقى منتشر في العيله. فلازم تعمل له جينيتك ميك اب الاول، تتاكد ان ده ما هوش لا هو شيء لا هو كارير ولا هو عنده المرض بتاع الفانكون. لا انت ما قلتهاش بالظبط. هبقى لها. يبقى لازم ايه؟ تعمل جينيتك ميك اب للدونر اللي هيدي لو هو قريبه. طب لو كان اكوايرد ابلاستيك انيميا هنعمل بون مارو ترانسبلانتيشن فروم اتش ال ماتش الدونر عادي، ده اول حاجه. لو ما انتش لاقي اقعد ادي بقى ايه؟ حاجات تنشط البون مارو. مثال بريدنزولون، الدوزز دي على فكره مكتوبه في كتاب القرش. ويكلي وانس ويكلي فور تو دوزز، انتي سايموسايد جلوبيولين. ده انتي سايموسايد، ده حاجات ضد التي سيلز. وسايكلوسبورين ايه؟ ده برضه انتي سيل ثيرابي، يعني الحاجات دي كلها بالتارجت. لحظه واحده.
الحاجات دي كلها بتتارجت التي، بتتارجت التي سيلز. في حاجه يا جماعه اكتب بس دي، ده ان بي، ان بي من ان بي من حبيبه، يلا ان بي. في حاجه اسمها كومباينيشن ثيرابي، اكتب عندك بس كومباينيشن ثيرابي. هو شو عاملها كده ازاي؟ ما ينفعش ان انا كل حاجه، في حاجات بقى واحنا ماشيين هتلاقي، مش انا قلت لكم انك هتلاقي في البتاع الجديد ان بي وحته فاضيه وبتاع، لازم كده وهتلاقي ده معانا على طول. الاصحاح رقم 18 حد هنا انا مكتوب بقول لحضرتك ايه؟ وعندما نزل بكذا كومباينيشن ثيرم اي تي جي، اكتب رقم واحد. ممكن ندي الاي تي جي اللي هو الان سايكل جلوبين مع المثال بالنيزولون مع السايكل سبورين اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، بيدي ريميشن في 65%، يعني بيدي نتيجه كويسه في 65%. رقم 2 رقم 2 اكتب كلمه اختصارات جي سي اس اس، حروف كبيره كلها جي سي اس اس اللي هي الجرانولار سايكل ستيمولاتنج فاكتور، يعني is used in conjunction مع الحاجات اللي فاتت دي if there is infection. كده بلا ما اجيب اسمه بلا زيها عايزين عشان ما اجيبش الاسم. if there is infection IV رقم 3 IV immunoglobulin occasionally successful. بس occasionally successful خلاص ماشي.